Bonjour à toutes et à tous, mes amis. Aujourd'hui, je vous montre comment je plante une plante grasse dans un terrarium. Qu'est-ce qu'il me faut? Alors, il me faut une plante grasse, terrarium, des cendres, des mares de café et des terreaux et quelques cailloux pour décorer notre plante. Voilà tout ce qu'il faut. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم مش مانيش باش نطيبوا ومانيش باش نعملوا جاتوات ومانيش باش نعملوا حاجة كبيرة برشا. اليوم مش نوريكم كيفاش ناخذ بلانت غراس ومش نبدأ ومش نبتوها في الدبيبيزة هذه التيراريوم هذه والطريقة نبت بها وناجحة والباركون نتاعي فيه لي بلانت ما شاء الله وما تتكلفش بكل ونجمو نهدوها نجمو نحطوها في الدار نجمو نزينو بها الكوجينة الصالون كيما تحبوا انتم تحطوها في البركون نتاعكم انت كامل بلونت غراس نجم في كل بقعة نجم تعيش. شنو يلزمني؟ يلزمني بيبيزا كبيرة كيما تشوفوا باللار هذه وعندي البلونت نتاعي الغراس هذه النوعية هذه ما عرفش بالعربي شنو النوعية هذه يسموهم بلونت غراس ما تسحقش برشا النوعية هذه وعندي التراب وعندي الرماد الناس كل يظهر لي موجود رمادي اذا كان ما عندكمش شيميني اكيد راه فما كانون رانا نستعملوه نغبروا به راه ما ثمش مخير منه الرماد نغبروا به البلونت نتاعنا دون لو طون كانوا يغبروا كان بهذي دون لو طون لي جون ils mettent de cendre pour leur plante ils prennent pas autre chose وعنا القهوة التنوة متاع القهوة كل دار فيها التنوة راهو يحطوها على البلونت اي بلونت في الجردان في البركون في اي بلونت راهي ما ثمش ما اعز من القهوه دواء تخبر لكم وهي دواء هي دواء اصلا للي بلونت نتاعكم وحنا خديت تعبات حجر باش نزينوا بهم وباش نحطوهم اللوطه باش الماء ما يتعدناش وقت نحطوا الحجر بصفته هو ما يخرج منه الماء هذه البيبيزه دي ما تخرج من الماء نحطوا الحجر باش الماء يلقى وين يهبط لوطه وما يتنفخش وما بالعربيه ما يخمش بالكدا معناتها الماء ما يتسدش يعمل لكم تولي ريحه وكل هاك الحجر هذيك مشي باش يشد الماء وباش البلونت اللي راسين نتاعها ما تتعبش هذيك كيفاش وتنجم تخلوها راه مده عام عامين البلونت هذه تنجم تعيش معاكم في الدار كيما تعيشوا انتم تابعوني تو تشوفوا كيفاش الطريقه وسهله برشا والحقيقه واي واحد ينجم ينبت البلونت هذه وفوالا مي زامي جي بري دي كايو اون فا لو ميتر اون با Avant de mettre mes terreaux, je mets les cailloux pour protéger les racines. Lorsqu'on arrose, pour protéger les racines, tout simplement. C'est très très bien de mettre des cailloux de cette façon. On peut le trouver partout. قبل ما نبدا وساع البقعه اللي مش نخدموا فيها نحطوا فيها كارت ولا حاجه نيلون باش من بعد ما نسخوا شكل بلان دو ترافاي نتاعنا ولا الطاوله نتاعتنا نفرشوا اي حاجه جرايد اللي عندكم هو ولا قماش ولا اللي عندكم وها هما الحجر الذي تحطوه من اللوطه باش كي نحطوا الحجر ما يتعداش الماء يبقى لوطا والحجر هذاك باش نزينوا به هذا هي الصنوبر النحو باش نزينوا به معني كل شيء راهو حاجات طبيعيه ونعملوا كيف على لي بلونت نتاعتنا اذا كان فما ناس اذا كان تحب لي بلونت انا الحقيقه ما نجمش نعيش من غير جردان ولا بلونت ولا بركون فيه الورد الحقيقه هذه حاجه لازم بو بروتيجي نوتر بلونت في الحجر بو نوتر بابيي وين نابور اول حاجه ساعه مش نتعرف على البلونت نتاعنا البلونت هذه بلونت غراس كيما تشوفوها فوالا مي زامي ما بلونت و دوبي لورسكو جي لي بلونتي سي ان بيتي بو ان بيتي بيتي بو و فوايي كوم الا غراندي سا في جو كوا لي تروا موا كي جي بلونتي سيت جي بري دي راسين اي جي لي بلونتي لي مانيفيك دون سو فاس ابري je peux le partager en deux et on va planter la moitié c'est tout هذه خديتها راسين صغيرة راهي مش حاجة كبيرة خديت راسين صغيرة ونبتها في الفاز هذه مدة شهرين شهرين ونص نجم خلوها وراهي تكبر وتزين دي بلونت ما تكلفش وما تطلبش برشا وقت وما همش غاليين في كل بقعة في كل بلاد راهم ما همش غاليين دي بلونت هذوما أنا توا واش نعمل ناخذ سقيتو راهو الفاز نتاعي قبل باش ما نتعبش البلونت نتاعي وقت نخرجها من الفاز تسقوه جي لي روزي افون دو لو بروندر كوم سا فوالا ما بلونت ونبدا كي نحل لي راسين نكون ناس مليحه مع البلونت نتاعي راهي البلونت كيما البشر ما يلزمهاش تمرضوها ولا تعبوها ولا كي تبدو باش تبدلوها من فاز لفاز فوالا جونتيمون فوالا بوش لي راسين جونتيمون فوالا وناخذو البلونت هذيا راهي خاصة لي بلونت غراس راهم شو لي راسين هذا راسين صغيرة هكا تشوفوها هكا
نبتة هذه تنجموا تنبتوها كيف هكا تنجموا تنبتوها ريتو تنبت هكا تنحوها بالراسين نتاعها وتحطوها توليكم شجرة ماهيش بلانت نبدو بشوية بشوية نبدو نتبعوا في الراسين نتاعها وحتى ما غير راسين راي ما غير راسين تنجموا تنبتوها جيستو تحطوها في التراب تمشي على روحها وتتحرك هكاك لي بلانت والباركون نتاعكم يبدا مزيان بحاجات بسيطة راه مش اللي معناش لي مويا ما نجموش نبتو تشوفوا مرسويت مرسويت صغار نضيف شوية طبعاها بشوية بشوية حتى نحل البلانت نتاعي نفر هذا البلانت خاطر اذا كان في فاز صغير مت لي راسين نتاعها يلزمكم في العام مره تبدلوا البلانت وتخبروهم اهي هاي البلانت تاعي نحطها باش ما تكسرليش تساعدها كيما تساعد بيبي لانه عندي بيبي تساعد فيه البلانت اللي بلانت تحبوهم راهي تحبكم زادا كيف كيف باهي نحطو توا نجيبو التراب نتاعنا وبابخوندغ نوتغ تيغو ناخذ توا التراب نتاعي التراب هذاك مش نحطو على الداخل خلطو جاجوت لو ماغ دو كافي نزيد التنوه هذيك نتاع القهوه نحطها نحط الرماد هذيك نفوح بيه كاين مش نفوح ماكله صندوق ونخلط الخليط هذيك الكل مع بعضه جو ميلونج تو بيان كيما شفتوا التراب نتاعي تخلط بالكدا نخلطو بالكدا فريمون بالكدا بالكدا كاين نخدم في كسكسي ولا في خبز ولا اي حاجه نعمل عليها كيف التراب هذيك نعمل عليه كيف بالكدا ونخلطو بالقهوه هذيك والرماد هذيك الموجود ولا الغبار اللي كاين متوفر عندكم غبار تحبوها انتوما ونخلط هكاكا ونحط وقتي وتو ناخذك البيبيزا نتاعي وباش نبداو البلانت نتاعنا نحط راها طريقه محفونه برشا Je prépare maintenant terrarium, qui me trouve. Voilà mes amis. Je prends les cailloux que j'ai préparés. Je prends les cailloux de comme le jardin de terre, il a d'arto. Hato. أول حاجة يزين لي أنا الفاز نتاعي وثاني حاجة باش البلانت نتاعي ما تمرضش وما يقلعهاش الماء يبدا اللوطة وما يخرج خاطر احنا ما نيش باش يخرج منها الماء يعني كي مش نسقو ردوا بينا كيفاش مش نسقوها راهي البلانت هذيا باهي راك تشوفوا كيما كيكا تخلو كمان بالجناب نتاعها باش اللي راسين تلقاو وانت تمشي باهي توا نحطو التراب نتاعنا شفتوا تو الحشرات كيفاش حطيتهم بالطريقه هذيك تو نحطوا عليهم التراب ما نحطوش التراب كله نحطوا بشويه خاطر مش نحطوا بعد البلانت ناخذ تو حاجه باش نهز بها ونبدا نحط التراب هذيك بشويه بشويه على جنب باش نبت من بعد البلانت نحطها اوكي ماذا بيكم تكونوا تحطوا زيد شويه من اللوطه باش وانت تلقى وانت تعمل لي راسين نتاعها فوالا لي كايو لامي بور بروتيجي لي راسين كيما تشوفوا باه توا مش ناخذ البلانت نتاعي نخير منهم هذوك مكبار ولا صغار نحط توا البلانت نتاعي كيما تشوفوا حطيت البلانت ركحها بالكدا نحط بجنبها لي راسين هذوك الصغيرين
راهم مش يزيدوا يكبروا هذوكم. Et maintenant, j'ajoute la terre et sans salir ma plante. غير ما نمسخ البلانط نتاعي نزيد بشويه نزيد بيدي المرضيه نخدم شويه بشويه بالطريقه دي كيما تشوفوا بالطريقه دي ونزيد للجناب voilà. حتى نكمل باش من بعد ما تمسخناش البلانط وما نبقوش باش نسقوها باش نوسعوا بينا باش بوغي فيدي ايه بشويه بشويه ونحط على الجناب ونبدا ننزل فو ابويي بيان لي كوتي بس على جناب توا التراب هذاك نهز فيه على جناب باهي ونبدا نحط التراب شويه هكا حتى نكمل voilà faut pas hésiter de mettre du terreau pour les côtés encore pas de problème ce côté voilà on appuie نزيدو نحطو نحاول نوريكم هاكا على جناب اي اون بو لو بروندغ ميم سون راسين ريان جون جو بخوا مورسو سيت فاسون كيما تشوفو من غير لا راسين ولا حتى شي وتحطوه في التراب راهو يثبت وينبتلكم معناها كيف كيف بلي راسين خاطرين نحيتها من الفاز بطبيعتها فيها لي راسين مانيش باش نحي لي راسين انا راهي البلونت هذيا تنبت تحطوها في التراب تنبت تثبت يعني كيما نقولوا احنا مش حتى مشكله توا هاك شوف بالطريقه هذه ها ونبت ننزل بالكدا باش نحاول ما نكسرهاش ها هلا ناخذ هذوما نتاع السنوبر هذوما باش نزين بيهم ومام طون باش الفاز نتاعي يكون مملي خاطر مش نعبيه ياسر بالتراب مشيش نبدا نحطهم بالطريقه دي ما يقلقوش راهم باش تطلع البلانط بعدو على بعضهم باش كان زيد تطلع لي راسين سي بون نزيدو الجناب منو منا جو بران اوسي دي بتي كايو بور فير جولي جيست بور فير جولي سيتي ناخذ العراف هذيك نتاع الشجر موجوده اي شجره تعدد تبدو الدور تاعهم هذوما راهم باهين برشا للبلونت نحطهم جيست باش نزين وكاهو لا اكثر ولا اقل وفوالا قلنا تيرميني شو بخون كيس كي باغيس ناخذ توا البقالي باش نلبسو باش منخسرش البلونت نتاعي هذه راهي تنبتوها دون ان كرون فاز اي سا بوس انوفو سا بوس انوفو البقالي باش نحب نوريكم كيفاش نحضر زاد بلونت صغيره حتى تكبر ومن بعد نبدلها في فازه اكبر ناخذ شويه تراب نحب نوريكم طريقه راهو سهله برشا ومن الحقيقه ما طلبش راهو حاجه كبيره في اي حاجه حتى في كيس في الارض نجمو تنبتوها البلونطه هذيا تحطوها قدام لورديناتور في البيبليوتيك نتاعكم تحطوها ما تسحقش تحب الشمس تحب تحط البرا ولا داخل كيف كيف راهي تثبت ناخذ البلوت نتاعي كيف شفتوا ها سهله برشا وتثبت وتكبر وتنبت زيدوا حطوا واحده اصغر منها باش تكون مزيانه وباش نزينوا الفاز نتاعنا نجمو نزيدوا حقتوش ماهيش بلونت حقانيه باش نزيد نزين بها الفاز نتاعي وكهو والبلانطه هذه تكون كل في الاخضر راهي ما تعملش ورد الحقيقه هذه مزيانه هكاكا تشوفوا
أو كملنا الليمون تاعنا. شو محلاها البلانط نتاعي مسيان الاخر، زينو بها بيبليوتيك، زينو بها نحطها قدام الاورديناتور ولا نستعملوه وين نحبو نحطوها نحطوها. باهي البقالي هذا راهو نحطوه في فاس، هاتو نحطوه مع بعضنا في فاس وتشوفوا لي راسين هكا، لي راسين خارجه هذيك كلها مش تثبت، يعني تكبر في راسين وتبدا تطلع تخرج من الجناب. نحطوها في فاس بالتراب ونخلوها باش تزيد تكبر لنا زاده كيف كيف. رجعوها للفاز نتاعها، حطيت التراب كيما خلطته بنفس خليت هذيك بالقهوة والتاع الشفيميني الرماد ورجعها ونزيد عليها تراب كذا. ماذا بيكم كي تبدو تنبتو تنزلوا بكذا ومن بعد تزيدوا تحطوا تراب و بيان بويي بوك لا بلونت كال بون سا بلاس. Et on va ajouter un peu de terreau. وإذا كان عندكم فاز صغير آخر كشبو تنجم تحطوها فيه وتنجم تخلوها بطريقة هذي، أنا باش نحطها بطريقة هذي خاطر باش نحطها في البلكون نتاعي. كما تشوفوا صحابي وحبيبي البلانت نتاعتنا حضرت، بلانت نجم نحطوها في البركون في الجاردان في الصالون تاعنا علاش لا، بلانت تحفونا برشا وما تطلبش برشا رعايه وما تطلبش برشا وقت الحقيقه باش ننبتوها ولا باش نتولهوا بها. ان شاء الله عجبتكم النصايح والطريقه اللي نبت بها. ما تنسيوش تحطوا جيم وابوني اذا كان عجبتكم لي زيديو لي ريسيت نتاعي. تبقاو على خير وان شاء الله نقابلوا في ريسيت ما احسن.